you صباح الخير جميعا ومرحبا بكم في اليوم الثاني من منتدى الف اتمنى انكم قد قضيتم مساء جميلا وأنكم استمتعتم بمدينه ابو ظبي والليله سوف يكون لدينا مزيد من الزيارات في انتظاركم ولكن فلنبدا بخطه الصباح في خلال بضعة دقائق سوف نقوم بافتتاح الجلسة، وبعد ذلك سوف يكون استراحة قصيرة، وبعد بعد ذلك سوف يكون هناك ورش العمل، وبعد الظهر سوف نعود إلى هنا لإختتام هذا المنتدى. تذكير سريع سوف يكون هناك وسيلة مواصلات إلى الفندق وبعد ذلك سوف يكون لديكم بعض الوقت وبعد ذلك سوف تذهبون إلى الفندق وبعد ذلك تأتون من الفندق سوف يكون هناك زيارة إلى متحف اللوفر في أبو أبو ظبي أود أن أدعو إلى المنصة والسيد سيباستيان دي كورتو وسوف يقوم بإدارة الجلسة. <applause> ان حمايه عنوان هذه الجلسه هو انه عند حمايه التراث الثقافي نقوم ببناء السلام ولكن لقد شاهدنا تدمير المباني التراثيه الخاصه بالبوذيه ومعبد المعابد المعابد في, في تدمر وكل هذه الاشياء فهي تقوم بتدمير هذه المباني التراثيه وكذلك ايضا فنحن نقوم ب نحن نرى ان ان هذه الاثار فهي علامه مهمه للاجيال في المستقبل ونحن نعرف ان الاختلاف والفرق بين التراث الملموس والغير الملموس هو قابل امر قابل للجدال سوف نقوم ايضا بمناقشه هذه الافكار وسوف نقوم بالمشاركه في احتياجات الاحتفاظ وصون المباني التراثيه وكذلك فإن أطراس أيضا له أعداء خلاف الحرب مثل التخطيط الحضري السيء وكذلك نقص التعليم والجهل والتوترات المتعلقة المتوط... المت... مت... مت... بالهوية دعني أدعو لي خشبة المسرح مدام كريستا السيدة سينيسكا و از از سید جبرتیف خدروف و والسيد و انت أنت تعمل لدى آيكروم لعدة سنوات وكذلك أيضا أنت معتني بي وأنت مسؤول عن التراث أثناء أوقات الصراعات داخل آيكروم آيكروم قد تم تأسيسها في 1965 وأيضا والعمل لدى آيكروم أو مجلس المتاحف فهو عمل مستمر وكذلك أيضا فهو فهدفها ايضا يتم نقل المعاني والقيم من خلال ذلك المجلس تفضلي شكرا سيباستين ومرحبا بكم أود أن أتحدث عن مقالة سيباسترين فيما يتعلق بأن التراث الثقافي عبارة عن تجربة اجتماعية وسوف أقوم بعرض التقدمية هذا الصباح هذا عرض صغير وأود أن أبدأ وأن أطرح سؤالا لكم جميعا فإن الإجابة مضمنة هل هل يمكن أن نقوم بتشغيل الموسيقى في التجمعات الأشخاص بدلا من أخذ السيلفي ولكن بالبعد عن المفاوضات الخاصه بالسلام ما هو السلام وكيف يبدو السلام او ما هو مذاق السلام بالنسبه للاشخاص الموجودين في الميدان والمجتمعات المحليه التي نتحدث عنها منذ يوم امس سواء كنا في سوريا او كوسوفو او جنوب السودان فان العائلات والاسر وكذلك فهم يواجهون السلام ويواجهون تجديد السلام في كل الانشطه اليوم على سبيل المثال أن يقومون بقضاء جولة داخل المواقع التراثية، وهذا أمر قد أتى من فلسطين عندما كنت أتحدث مع أحد المتخصصين في التراث وأحد أعضاء المجتمع هناك، أن يقومون قادرين أن يقومون بالاحتفال بالاحتفال داخل المباني التراثية دون الخوف من الاضطهاد أو القبض. وكذلك ما يفعله الأشخاص مع التراث، فالأمر أكثر من مجرد التعبير عن الهوية، ولكن نحن نقوم بربط ب... بتأسيس التواصل مع المكان أو وبالتالي كما كان ستيفان سباستين في البداية، فإن التراث ليس أمر ساكن وثابت مرتبط بوقت ما، ولكن هو يمكن العمليات الثقافية الاجتماعية التي المعنية بالقيم ونقل المعاني ولكن في الوقت عين معاني جديدة وقيم جديدة يتم خلقها وهذا يعطي وبشكل مستمر نحن نقوم بعادة هيكلة وبناء الهوية وكذلك أيضا استعادة عنصر الماضي في الحاضر وكذلك التفاوض بشان المستقبل، وبالتالي ان حماية واستعادة وترميم الضرر الذي يقع على المواقع التراثية، فهذا هو الهدف، لابد ان نقوم بحماية التراث في اوقات الصراعات، ولكن الربط بين هذه الاعمال والنتائج والمحصلات الايجابية من اجل لبناء السلام، فهذا الامر موجود. أنا أتحدث عن التراث المادي. لقد لم يكن هناك جهود كبيرة التي تتعلق بتفسير العلاقة ما بين التراث والصراع والسلام وحرية الأفراد كما أشار إليه بنتك يوم أمس. إن الافتقار إلى مقاييس التراث لقياس السلام فقد فقد جعل كثير من المتخصصين في التراث في وضع وضعهم في وضع صعب، وقد تم وضع عليهم مسؤولية كبيرة حتى يتأكدون أنهم يقومون بحماية التراث، بحيث أن حماية التراث يدعم ويبني السلام، ولكن نحتاج إلى دلائل إرشادية في الوصول وتحقيق هذا الأمر. وبالتالي، آه هناك حاجه الى دعم هذا العمل من خلال الموارد القويه وكذلك ايضا بناء القدرات وادوات معينه بحيث نقوم بالحفاظ على التراث في اوقات الازمات ولا سيما في, في اوضاع الصراعات ولذلك نتيجة يتم سد هذه الفجوة في 2020، كان هناك برنامج برازيلي وكذلك أيضاً، وكان هذا بالتعاون مع ألف، ومع مركز المصري للتراث وجنيفا، وقد تم تأسيس مشروع بناء القدرات، وهو يتعلق بالاستجابات الأولية في أوقات الصراعات. الخاصة بالمواقع التراثية وكذلك وتم التركيز على باكستان وأفغانستان وتلك المنطقتين فهم يتمتعون بتراث غني وثري وكذلك أيضا فهما قد تعرضا للكوارث والتاثير المناخي والصراعات وهذا المشروع قد استمر لمدة ثلاثين شهرا وقد شارك فيه المواطنين والمختصين وهو يحتوي على تدريب افتراضي وتدريب حضوري. وكذلك أيضا كان هناك تدريب أيضا. من المعالم الأساسية لهذا المشروع أننا قمنا بإدخال عدة أدوات لمساعدة المحترفين للعمل في مناطق الصراعات وحتى نتأكد أن التدخل للحفاظ على التراث فهو مرتبط بالسكان المتأثرين أو المنكوبين وكذلك هناك تقييم لعملية السلام وإعادة التأهيل ولذلك هذه الأداة الأولى من نوعها وهي تقوم بتعزيز الفهم بين التداخل بين التراث والصراعات وقد تم تقييمه كتقييم ذاتي وآداء التي تمكن المستخدمين يمكن أن يكون أي شخص من المجتمع سواء كان منظمة أو فرد أو أي شخص أو يعمل في في مناطق الصراعات أن يتم التعرف على الثقافة وعلاقته بالصراعات وحتى يجعل الصراع السؤال هنا الموجود هنا يمكن أن نقوم باستخدامه في أي مرحلة من مراحل استعادة التراث وهذا هذه الأداة وهذا الدليل متاح باللغة العربية ومتاح باللغات الأخرى وكذلك يمكن أن نرى أن هذا أن هناك شيء تابع لهذه الأداة نحن أيضا هناك مؤشرات قائمه على مجتمع خاصه بالسلام ان الدخول الى المباني التراثيه فهذا حق انساني وكذلك هذه الاداه الخاصه بالحفاظ على التراث من اجل السلام لان التراث يستخدم في اوقات السلام والحروب وكذلك ايضا يمكن أن يحضر ويجلب السلام بين المجتمعات المختلفة مجددا هذه الأداة متاحة بعدة لغات ويمكن أن يتم تحميلها من موقع آيكروم وأيضا من موقع ألف هناك أداة مهمة للغاية وهي فكرة إنسايت أو وقد قمنا بتطويرها مع مع جورجيا وتسمى انسايت وهي تتحدث عن تقييم نقاط الضعف والقدرات فانت تستخدم مقاربه حتى تفهم كيف ان التراث يرتبط باستعاده المجتمعات لأوضاع والقدرات التي يمكن ان تساعد في تخفيف المخاطر الكوارث والازمات وحمايه التراث بالاضافه الى هذه الأداء فهناك ايضا ادله ارشاديه ذاتيه حتى تقوم بتامين التراث وقد تم اتاحتها باللغات المحليه وهي موجوده ايضا في مشروع uh, uh هناك ايضا التدريب و حتى من اجل من تدريب المجتمعات المحليه والحفاظ على التراث من اجل جلب السلام، ما الذي يفعله هذا التدريب وهذه الادوات؟ كنتيجة لهذا لدينا ثلاثين مشروعا في ثمانية ثمانية دول أفغانستان وأفغانستان واليمن والأردن ومصر وباكستان وجنوب السودان وكذلك أيضا لا لدينا هناك لا... حوالي مائتي وستين محترفا مختص في تلك ال... الدول ولدينا اكثر من ستمائه مواطن فهم مشارك في هذا العمل ولقد قمنا بتحسين استجابه الاستجابه لحالات الطوارئ في مباني التراثيه الهدف من كافه هذه المشاريع يتعلق بمدى إدراك المواطنين لأهمية التراث. على سبيل المثال في اليمن فنحن نقوم بالحفاظ على الأغاني والقصائد القصائد والمواطنين فهم يقومون بالمشاركة في تسجيل وتوثيق هذه هذا التراث. بينما في العراق فهم يتم استخدام التلفون في تسجيل هذه الأغاني وهذا الفولكلور والأشخاص في الموصل يقوم يحاولون أن يقوم ببناء حياتهم وكذلك أيضا وكما رأينا حسب شهادتهم يوم أمس أو إفادتهم يوم أمس فهذا شاهد على تاريخ الموصل وأيضا هناك مشروع في جنوب السودان فنحن نقوم بتوثيق الأغاني التراثية. باستخدام المصادر الطبيعية وكان الأداء في هذه الأغنيات الشعبية التي كانت من جنوب السودان وفرت فرصاً لهذا الحوار المجتمعي والتواصل بين الأجيال المختلفة في جنوب السودان. وهذا يعبر عن الحياة الثقافية الثرية في جنوب السودان ونتيجة لهذا المشروع مع ألف كنا قادرين على ان نوثق بعضا من هذه الاغنيات وطرق غنائها وتم تخزين تلك الاغنيات في الارشيف الوطني لدوله جنوب السودان. وهذا يعد كذلك من تلك النشرات التي تم نشرها، تلك الاعمال الثقافيه صارت الان متاحه على شبكه الانترنت. إذا في التعامل مع هذا هذه البرامج الثقافية التي يتم بها التعامل مع تلك البرامج نعمل على الصمود في وجه تلك المشكلات الثقافية والكوارث الثقافية العامة التي تضرب تلك الأماكن وبالتعاون مع البروفيسور ماتشيك هو عالم متخصص في علم النفس قام هو وزملائه بدعم بعض بعض المواطنين الذين ساعدوا على توفير بعضا من الدعم والمساعدة الاجتماعية للناس لكي يكونوا قادرين على مقاومة تلك المشكلات وتلك الصعوبات التي تقابلهم وفي تلك الأحوال وهؤلاء وتلك القدرات والمشاريع التي تهتم بالحفاظ على التراث الثقافي كانت تسعى جميعها للحفاظ على تلك الروابط التي تربط بين الفرق التي كانت تهتم بالاهتمام بتلك المشاريع وتلك المواريث الثقافية التي تكون لدى السكان الأصليين في تلك الأماكن. وقبل أن أغادر موقعي أود أن أؤكد على تأكيد على دعم مفهوم التراث الثقافي مهتم ل هو مشروع مهم للتنمية وللسلام وهذا هو المشروع الذي أو هذه هي الأفكار الأساسية التي يهتم بها مشروع ألف ونستثمر فيه ونهتم بدعم قضايا السلام والصمود وشكرا جزيلا لاستماعكم وحسن متابعتكم شكرا جزيلا ابانا ونود الان ان نبدا آه هذه هي الجلسه الحواريه من مع ممثلي اليونسكو آه وممثله آه آه اليونسكو لديها خبره واسعه من العمل مع دول آه وسط آه اسيا في اوزبكستان وطشقند، واستطعت ان تغطي كل تلك المشاريع التي تدعمها او التي تمولها الف، والمدير في المسؤول عن هذه الانشطه موجود الان كذلك في الموصل، وسوف نتواصل ونتحدث عن هذه النقطه لاحقا، اذا نود ان نتحدث عن الادوات التي تستخدمونها في اليونسكو وكذلك الاستراتيجيات والدبلوماسيه التي توظفونها في هذا المجال شكرا جزيلا سيباستيان وصباح الخير لكم جميعا اليونسكو هي منظمه من المنظمات التابعه لمنظمه الامم المتحده وتاسست في اعقاب الحرب العالميه الثانيه ومن الظاهر ان لدينا التزام قوي وراسخ ببناء السلام ومؤسسه اليونسكو ومنظمه اليونسكو مهتمه بدعم قضايا السلام وراسخ في عقول الجميع ان قضايا السلام هي من القضايا الاساسيه التي تهتم بها بها اليونسكو واذا المهمه الاولى لنا هي بناء السلام في المجتمع العالمي وبين شتى اطياف المجتمعات الموجوده في كل انحاء العالم. So obvious, uh, to, uh, وهذا يؤكد لنا على ان الثقافه لها دور مهم في بناء السلام، وهذا متجل كذلك في الانشطه التي نفذتها اليونسكو على مدى السنوات الماضيه. واستطعنا ان نغطي كثيرا من المجالات التي نهتم فيها بدعم السلام وربط الثقافه بقضايا السلام وتوجد الكثير من الاتفاقيات الدوليه التي تهتم بدعم الاخلاقيات والقيم التي تربط بين الثقافه والسلام ونؤكد على تلك المعايير ونؤكد على تلك المعاني على المستوى العالمي في الحوارات وفي اللقاءات التي تجري بين المختل... بين الأطراف المختلفة نحن نهتم كثيرا بقضايا الثقافة والأمر ليس أمرا تكميليا أو أمرا ثانويا بل هو محور التعامل بين شتى أطياف البشر في كل أنحاء المعمورة ومرتبطة كذلك تلك القضايا بقضايا التنميه المستدامه وهذا يؤكد على القوه او على الرابطه القويه التي تربط بين هذه القضايا وذلك في التقت العديد من دول العالم واتفقت على بناء آآ آآ علاقات قويه ومتينه بين الاطياف المختلفه المهتمه بهذه القضايا التي تدعمها اليونسكو، اليونسكو كذلك تدعم القضايا الثقافيه على المستوى العالمي وتؤكد ذلك كذلك على المستوى العملي والمستوى الفعلي كما نراه اليوم في هذه المحاضرات التي نعقدها وكذلك لدينا الكثير من المشاريع التي تواجه الكثير من التحديات واستطعنا بالتعاون مع الف التغلب على تلك التحديات وبتوفير الدعم المالي كتلك التي المشاريع التي نقدمها في بنجيره وكذلك في افغانستان توجد لدينا شهادات بعض الناس شهدوا لنا بتلك الجهود القوية التي تنفذ لصالحهم في مجتمعاتهم وتعبر عن هويتهم وتعبر عن تاريخهم وكذلك اشتغلنا في العراق وكما ذكر السيد المدير العام العراق شهدت الكثير من المبادرات التي أطلقتها اليونسكو

But we also recognise uh, the uh, the culture, uh, other dimensions, uh, for instance, uh, the spirit, uh, the intangible cultural heritage, uh, the um, living heritage, the artistic communities. So the intervention, UNESCO's intervention, which is uh, quite large, uh, I, I I think we are to the tune of uh, 100 million. US dollars, uh, generously funded by the United Arab Emirates uh, and the Euro European Union, whom I would like to thank, uh, but also uh, the project uh, funded by Alif that actually concerns a house of prayer. And what is important there is that um, uh, when we reconstruct cities that uh, historically have been multicultural, uh, that we try to bring back this multicultural dimension uh, and that we focus on different ethnic communities and manifestations of different cultures. Uh, that's why UNESCO's intervention looks both at mosques, uh, the reconstruction of, uh, of mosques uh, and churches, and and the Alif project is actually a um, uh, um, reconstruction of a house of prayer, as I said, but to to make this. As a community center for educational and cultural activities, uh, we, we have also worked to bring back. So, how do you bring back uh, communities? How do you bring back people? It's when you actually give them opportunities to engage culturally, to have a, a place of prayers, to have a, a place of, of community interaction, have a place of dialogue, uh, because this brings uh, social cohesion. This provides them opportunities uh, of dialogue uh, and healing and reconciliation. Um, so um, that's why we, we have also uh, focused uh, not only on culture but also educational activities. Uh, and um, we do that um, uh, through um, actually cash for work interventions that we have replicated also in other, in other contexts of, uh, of um, uh, conflicts and po post conflict. Uh, because we believe that you you have to work with communities so that these uh, the trainings that uh, are provided um, are, will stay that we provide sustainability of the project that uh, uh, we c we bring back young people we provide them with livelihood opportunities uh, this also uh, uh, boosts the economy of the country um, and um, and also of course when we speak about education it's uh, it's also. The, the knowledge of the history, the knowledge that the cities have always been multicultural and that they take pride in that. and i, I will perhaps finish also with a, uh, uh, because you mentioned that yes, i worked so for a long time in, in so central asia. yes, because in central asia, well, it wasn't a post-conflict uh, uh, or, uh, or emergency situation, thankfully, uh, but uh, the, the fact that central asia has always been at the crossroads of culture, we also tapped into this, uh, and uh, we very much focused uh, also uh, with support from the European Union on a Silk Road project that allowed us to build capacities of handicraft smarters, uh, or of course make sure that the heritage is well protected, uh, especially those that are on the world heritage. Um, but also to promote actually dialogue uh, all these countries around this common heritage, uh, and uh, this was an, an important factor also in the development of tourism. And, and very often we see that tourism is actually the carrot that allows us to use culture uh, uh, and, and promote the economic value of culture. And, uh, and through that, uh, through recognizing uh, the economic return and interest uh, uh, in, in you know, helping also the communities get their livelihoods. Uh, that we we get the, uh, the um, recognition of this multicultural, multi ethnic diversity that exists, uh, and that we also uh, transmit to the younger generations this uh, pride of these uh, uh, regions that have always existed as such, and that they celebrate diversity uh, that exists and take pride in it. Thank you very much, Krista. Maybe a word about this. Uh, Program which has been launched in 2018 uh, revives the spirit of Mosul. I read like uh, two churches uh, uh, are under restoration, uh, one mosque, and historic houses. This is really interesting. Exactly, this is what what I mentioned. That um, and and it's uh, it's true that we we also um, because. <laughs> ذلك من المهم الا ننظر فقط الى ترميم التراث ولكن ايضا نقوم بإحياء مركز تاريخي ولذلك قمنا باعاده بناء 150 مبنى تراثي وقمنا بعمل هذا بالتعاون مع المجتمعات المحليه وكذلك ايضا مشاركه الشباب وعطائهم المهارات ونسمح لهم ببناء مدينتهم سوف أتحدث باللغة الفرنسية صباح الخير سيد كيال أنت تمثل ما, ما, ما مؤسستك وهي مؤسسة قديمة فرنسية وعمرها أكثر من مائة وستين عاما هل يمكن لو سمحت أن تقوم بتقديم مؤسستك وما الذي تقوم به وما وما هي فكرتك حول التراث لقد تم تأسيس مؤسستنا في 1966 وقد كانوا معجبين بال وقد كانوا متأثرين بالمباني التراثية في لبنان وفي دمشق وقد استمر هذا الأمر ونحن ما زلنا نشيطين في منطقة الشرق الأوسط ونحن نقوم بدعم المجتمعات المسيحية حتى يقومون بتحقيق مهامهم ورسالتهم وايضا ومن اجل ايضا خدمه المجتمع كله وهذا الامر استمر اكثر من 160 عاما وان من ضمن الاعمال التي نقوم بها فنحن قريبين جدا من المجتمع ولاننا قد يكون هذا امر نموذجيا لاننا نتمركز وسط المجتمعات المسيحيه ونحن نحاول فعلا أن نقوم ببناء روابط قوية ولعلنا يمكن أن نقوم بمساعدة بعض الأفراد المسيحيين في الجبال ولكن هم يعرفون أن لدينا هذا الدعم المستمر يتم تمويلنا من قبل الصناديق الخاصة ولدينا نحصل على ثمانين في المائة من التمويل من هذه الصناديق الخاصة وأيضا نعمل مع المؤسسات ولا مع ألف ونحن نعمل مع منذ البداية لدينا مشاريع في أريتريا ولبنان والعراق التي تمثل واحد فاصل خمسة مليون يورو وكذلك أيضا ولكن المجتمعات التي المستفيدين من مساعدتنا فجمعها تنتمي الى الج... الجماعات الدينيه ونعم بالطبع وهذه هي مهمتنا اذا مهمتنا ان نعمل من اجل الجميع على سبيل المثال اقامه المدارس فهي مثلا جيد على في غزه لدينا ثلاثه مدارس مسيحيه و99 في من الطلاب ليسوا مسيحيين ولهذا السبب فإن التعليم هو مهمتنا الأساسية ورسالتنا الأساسية لأن التعليم هذا سوف يجلب السلام في المستقبل ولدينا أكثر من مائة مدرسة في منطقة الشرق الأوسط هل يمكن أن تتحدث عن المزايك في موصل؟ وهذا من أحد المشاريع الذي نعمل فيه هناك شركات خاصة بإقامة خاصة بهذا المشروع في آه الموصل وقد بدأنا هذا المشروع مع ألف والفكرة هنا أن نقوم بإعادة ترميم بعض المباني الدينية في الموصل وألف قد وضعت او جمعت لاعبين مختلفين ونحن نعمل مع كافه الكنائس في وسط الموصل وكذلك ايضا المؤسسات والمنظمات الاخرى الحاضرين هنا الذين ايضا يقومون ببناء وعد ترميم المساجد فان الفكره هنا فكره الاشكال المعماريه فهي تمثل هاتين الفئتين من الأديان إذن لدينا كنيستين قديمتين التي نقوم بإعادة بنائها وترميمها وقد واجهنا كثير من المشكلات المشكلات العلمية وكذلك أيضا كثير من الأعمال الورقية الروتونية، فقد أيضا من تلك المشكلات ولكن هذا ليس النشاط الاساسي وبالنسبه للتراث نحن نقوم بالاهتمام بالتراث لانه منذ 2018 و 2011 اسفه نحن نقوم بالتعامل مع تلك المجتمعات الدينيه حتى نقوم تقوم بابراز تراثها لان هذا جزء اساسي من عملنا ولا سيما في شمال العراق إذا المجتمع المجتمعات المدنية تقوم نقوم بالمشاركة معها وهذه المجتمعات في العراق على سبيل المثال بعض المجتمعات موجودة في أربيل وهذا على بعد مسافة من الموصل وهناك أشخاص يريدون أن يعودون إلى الكنائس وكذلك أيضا فهي مهمة من وجهة نظر التراث ولكن المجتمع يتطلع إلى العودة إلى هذه الكنائس عندما يتم بعد إعادة ترميمها. والسؤال الأخير الأخير لسيد فينيست ما هي الصعوبات التي كانت في البداية؟ كيف تقوم بتطوير الطريقة الجديدة في عدة أشهر قليلة؟ أولاً علينا أن نقوم بتعزيز قدراتنا من الداخل، ولكن أيضاً نقوم بالعمل مع الخبراء، نعمل مع المهندسين المعماريين مثل المعماريين الذي قمنا باستخدامه في ترميم المباني التراثية بالقرب من الموصل، وكذلك أيضاً نقوم بالاستعانة بالمهارات المحلية، هناك مهندسين ومعماريين ممتازين في العراق. ونحن نعمل مع هذا الفريق من المحترفين للقيام بالأشياء التي يجب أن يتم القيام بها. وكذلك نحن لا نقوم بعمل شيء مجرد ديكور أو زخارف أو شيء سطحي. ولكن نحن نعمل تجاه المستقبل ومع أنشطتنا نحن نعلم أن بعض من هذه المجتمعات الدينية هناك واحدة تدعى Little Sisters of Jesus أو الأخوات الصغيرات للمسيح فهي هم يعيشون وسط المسلمين وهذه المجتمعات المسيحيه قد توجهت الى اربيل ونحن نريد منها ان تعود الى مواقعها الاصليه او اماكنها الاصليه وان بيوتهم قد اصبحت اطلال وهم يشعرون بالحزن تجاه هذا الوضع وعندما نفكر في المجتمع على سبيل المثال أنا سعيد أن تلك المجتمعات الدينية يمكن أن ترجع إلى موصل وتبدأ مجددا ويقومون ونعملون مع المجتمع شكرا جزيلا ولكن قبل أن أستمر مع المتحدث مع الموضوع التالي سوف نقوم بمشاهدة فيديو صغير An agreement reached between Greek Cypriot and Turkish Cypriot leaders under the auspices of the United Nations in 2008 paved the way for the Technical Committee on Cultural Heritage. Dedicated to the promotion and protection of Cyprus's cultural heritage, the Technical Committee continues to provide mechanisms for the preservation and restoration of cultural heritage in Cyprus today. The Committee believes that protecting cultural heritage is an integral part of the ongoing process of broadening areas of cooperation between Turkish Cypriots and Greek Cypriots, which can most effectively be achieved through joint efforts. The fruits of this cooperation have resulted in the completion of 88 projects by the Technical Committee, with the support of the United Nations Development Programme. In addition to the European Union, the largest donor of the committee, various donors from the island also contribute to the ongoing work of the technical committee. Thanks to these valuable partnerships, numerous churches, mosques, fountains, archaeological sites, parts of the Nicosia walls, the fortifications in Famagusta, and Hammams were conserved. Located all across Cyprus, these monuments and sites are a testament to the shared heritage of the island. So far, more than 7,000 Greek Cypriots and Turkish Cypriots have been involved in the realization of the committee's projects, leading to increased cooperation and collaborations. Each project of the committee has been an opportunity to build confidence, foster trust, and achieve joint results. Many civilizations have passed through Cyprus which has a history that exceeds 10,000 years. The traditions and customs of all these civilizations live with us through our monuments. They are an integral part of the cultural heritage and richness of this island. As members of the technical committee, we acknowledge the responsibility of preserving and sustaining this richness. So it can be handed over to future generations. And we are proud to be able to promote through such a valuable endeavor. We believe in the spirit of cooperation, and with this spirit, we are determined to work in harmony to continue contributing to our island's cultural richness. Whatever we divided, and destroy, united, and together we restore for a multicultural and peaceful Cyprus. The work of the Technical Committee does not end with the conservation of monuments and sites. It continues by providing opportunities for the engagement of the Turkish Cypriots and the Greek Cypriots, especially involving the youth of the island of Cyprus. Through strong partnerships, shared vision, and combined strength, the Technical Committee on Cultural Heritage will continue achieving its goals. So, this morning we will talk about Cobros إذا كنت أبدأ وأسأل السؤال الأول، وماذا هو ذلك المصطلح الذي يعنى يقصد به في الذي طورتموه في قبرص؟ شكرا جزيلا لكم جميعا، أود أن أقدم بعضا من المعلومات المهمة بشكل موجز في قبرص في منذ الستينات وقعنا في بعض المشكلات السياسية وكان هذا ال... نتحدث عن ما هي الجهه المهيمنه على آه قبرص انقسمت قبرص الى آه نطاقين نطاق يخضع لتركيا ونطاق يخضع لليونان فهذا الم... الامر تسبب في بعض من المشاكل فادى الى ظهور البرنامج الثقافي في قبرص الذي نهتم فيه بالتراث القبرصي وننظر الى تلك ال... الثقافي في قبرص التركيه وفي قبرص اليونانيه وادردنا ان نتعرف على هذه المسائل ونتجنب المواجهات السياسات التي تعتمد على المواجهه والتكتيكات التي تعتمد على المواجهه نريد ان نتعاون مع المجتمع ونؤكد على تلك الجهود التي نهتم فيها باستعاده تراثنا والحفاظ على تراثنا الثقافي وهذا الامر في في هذا السياق الذي تم فيه أو الذي كنا نسعى فيه لاستعاده تراثنا الماضي، كنا نركز فيه على الاهتمام بالنواحي السياسيه والنواحي الثقافيه وربطهما ببعض، بعد ذلك بسبب اهتمامنا بالتراث الثقافي صارت تلك اليه من اليات التعاون والمواءمه بيننا وبين الماضي وبيننا وبين الجهات المختلفه، حينما بدانا نؤسس تلك المنظمه او تلك المؤسسه، إهتممنا على تأسيس آلية فاعلة وتهتم بجمع ذلك التراث المعيار الثاني كنا نركز فيه على الرؤية الجمعية التي تجمع هذا التراث الثقافي كل تلك الأثار وتلك المواقع الأثارية هي مواقع ورثناها عن الماضي نهتم بها سواء ب غض النظر عن الأصول التاريخية لها فقد صارت تراثا هاما لجميع وملكا لجميع العناصر الثقافية وكل التاريخ المشترك بيننا هذه هي الإجراءات التي بدأنا فيها انطلقنا فيها من الحوار السياسي وكنا نسعى لتجنب أي أثار أو نتائج سلبية تؤثر على هذا المشروع الثقافي الخاص بنا واهتمنا كذلك بالمنتديات الدولية التي نخاطبها بشأن هذه التراث أو هذه المواريث الثقافية بدأنا بتأسيس هذه الجمعية في العام 2010 كذلك تواصلنا مع الاتحاد الاوروبي وتلقينا منهم الدعم وفي العام 2012 بدانا التنفيذ الفعلي على الارض منذ ذلك التاريخ بدانا ب 103 اثر من تلك الاثار اهتممنا بها واهتممنا بترميمها ولذلك لاهميتها التاريخيه والثقافيه والمعماريه والاثريه هذه كلها صارت مسائل مهمة وكنا نهتم بالحفاظ على هذه الأثار وهذا كان يعد من الإسهامات المهمة التي أسهمت بها تلك الجمعية للشعب القبرصي وهذا يساعد جميع اطياف الشعب القبرصي على التعاون على التعامل مع تلك الاثار التاريخيه والاهتمام بتراثهم التاريخي. اعلم انك تهتم بال القضايا التاريخيه وجمع هذا التراث التاريخي مع بعضه البعض والتاكيد على تلك المسائل وجمع تلك العناصر كلها مع بعضها البعض فما هي توصياتك وما هي النصائح التي توجهها لبعض الناس الذين ربما يكونوا حاضرين معنا او يسعون للاحتذاء بالنموذج الذي تقدمونه ما هي تلك النصائح التي تقدمونها انت لا تريد ان تتحدث عن مساله النجاح او لكن بالنسبه لما فعلتم استطيع ان اقول انكم قد نجحتم لكي اركز على المسائل التقنيه نريد ان نركز على المسائل التقنيه اكثر من المسائل على المسائل التاريخيه لابد ان نركز على الصبر والمرونه والفهم فهم موقعك في المجتمع الذي تعيش فيه وعلاقتك بالمجتمعات الاخرى لكي تسكن قادر على النظر تلك التحديات الاخرى والمشكلات بطريقة بناءة ولا تنشر السلبيات التي تتحدث فيها وهذا قد يقوض جهودك التي تسعى لها وهذه المسائل كلها تعد من المسائل المهمة التي تهتم فيها في كذلك مسائل الصيانة وبصورة عامة حاول أن تستخدم هذه الآلية للحفاظ على الآثار والترميمها وكذلك الاهتمام بالمسائل الوطنية والمسائل المتعلقة بالتراث الوطني بشكل عام شكرا جزيلا لما تفضلت به جير <applause> جاك انت تمثل قطاعا هاما في قبرص ومشاركتك هي مشاركه مركزيه واساسيه لهذه المسائل ولهذه العمليه كلها هل تستطيع ان تشرح هذه المسائل من وجهه نظرك الفنيه وفي في قبرص شكرا جزيلا للجهه المنظمه وللساده الحضور وهذه فرصه كبيره لان نتحدث عن هؤلاء هؤلاء الضيوف نحن نعمل مع بالتعاون مع اعضاء ووفود من 170 دوله نهتم ببناء السلام والديمقراطيه ونقدم دعمنا الفني للجميع ومقاومه توفير الدعم اللازم لمقاومه المشكلات الناتجه عن الصراع والتغيرات المناخيه ونهتم بتحقيق هدف دائم ونسعى الى ان نحقق هذا الهدف ونقدم المزيد من الدعم والحوار والموائمه وبناء الثقه بين كل المجتمعات وبتوفير هذا الدعم في سياقات مختلفة وبمناطق مختلفة نقدم تلك السياقات والعمل في مسألة في أوقات الطوارئ وتوفير المهندسين القادرين على التعامل مع تلك المسائل في تلك المجتمعات الذين نريد كذلك أن نؤكد على أو أن نركز على تنفيذ تلك القضايا وتلك المسائل الفنية ونبتعد عن كل ما يسبب الضرر هذا الأمر مهم نحن نتطلع إلى كل تلك المعاني ومشاريعنا كلها يتم توفير الدعم لها من الاتحاد الأوروبي ومن ألف ومن كما تعرف في فريقك ومن سابستيان وغيره من الخبراء ننظر إلى هذه المسائل لتحقيق هذا الهدف هذا هو الهدف نحاول أن نبني تلك المجتمعات وأن نركز على المسائل التي تجمع وتحقق السلام والنواحي الاجتماعيه في تلك المجتمعات واظن شخ بشكل شخصي ان التراث الثقافي هو الامر الاهم في هذه السياقات، التاريخ مهم وكذلك المستقبل الاجيال المستقبليه مهمه لنا كذلك ونريد ان ننظر الى تلك الاجيال الاجيال المستقبل على انهم هم الخبراء الذين نبنيهم ونبني قدراتهم في المستقبل نحن نعمل نحن نعمل على نزع المشكلات وتخفيف حدة الصراعات والحد من الأزمات كما هذا مثال عظيم بالبعد عن كل ما يسبب الحرور وكل ما يسبب الأزمات ونهتم على الحياة البشرية والتراث الثقافي فالتراث الثقافي هو امر مهم للبشرية كلها ونريد ان نحافظ على هذا التراث للأجيال المستقبلية إذا اظن أن هذا الأمر مهتم مهم لنا إذا اذا انت تريد ان تتحدث عن جهود الصليب الاحمر واعماله التي يساهم بها في هذا المساله في هذه السيناريو السيناريوهات التي التي نسعى لتحقيقها ونركز اظن ان هذا هذا النقاش نقاش مهم جدا سؤال اخير لك نتحدث عن قبرص وما يكون فيها من امور نحن نريد ان نتحدث الى الناس وان نستمع اليهم وان نعمل معهم وان ندعم على هذه الثقافه. هل تظن ان هذا النظام يمكن ان ينفذ في مختلف الاماكن؟ كيف تنظر الى هذه المساله؟ من وجهه نظرك اظن ان هذا الامر يعد من افضل الممارسات التي شاهدناها في كثير من الاماكن، وجدنا كثير من الدول وكثير من المجتمعات استطاع ان تؤسس التزاما سياسيا واستطاعوا تسييس تلك القضايا وتاسيس هذا المنتدى الذي يتفاعل ويتعامل مع مختلف القضايا نتعامل مع هذه المسائل ونسعى لحل تلك لتقديم تلك الحلول وعلى المستوى الاداري ونركز على العمل الاساسي الذي يؤدي الذي يؤدونه وهذا الجمع بين تلك المناهج المختلفه هو امر مهم ونهتم كذلك بمساله التكلفة المالية وتقديم هذا العمل لتلك الجهات ولا بد للناس أن يركزوا على الصورة العامة وعلى الهدف العام للحفاظ على التراث الثقافي والمواريث الثقافيه والحفاظ كذلك او السعي للتدخل لانقاذ تلك المواريث الثقافيه وهذا التراث الثقافي الذي يكون لديهم في كل الاحوال شكرا جزيلا السيد جاهنجير علي تونجاي انت تمثل اللجنه الفنيه من البدايه في مشاركتها وقد شاركتم منذ منذ اكثر من خمسة عشر سنه منذ بدايتها، كيف بدات تلك اللجنه؟ من خلال خبرتك الشخصيه. حقيقه زملائي في فرنسا استطاعوا ان كما ذكروا بشكل واضح هي خطه دائمه ومستمره. نحن نعمل هذا بشكل دائم على الحفاظ على هذا التراث الثقافي وترميم الاثار نحن لم لم نقصر في الوصول الى اي مكان فالمشاكل دائمه ونسعى للتدخل لها وفي حاله قبرص مثلا ننظر الى هذا هذه المشكله لتلك المشاكل من منظور وطني نتحدث قد لم لم يحدث اي تخريب عمدي لتلك التراث او لتلك الاثار ولكن قد حدث لها هجر بعض الناس ربما تركوها ربما هجروا تلك الاماكن ولم توفر لها اعمال الصيانه اللازمه فاعمال الصيانه لابد ان ينظر اليها قد تحدث هذه الاشياء في هذه الاثار هذه التجمعات بشكل مبدئي حاولنا ان نفهم المشكله وزرنا كثيرا آه آه هذه الاماكن التماثيل المواقع الاثريه آه لكي نفهم تلك المشكله وادركنا اننا آه آه نتعامل مع تلك المشكله واستطعنا ان نحصر ما يزيد على 500 موقع اثري وتوجد بعض الاثار الدينيه والاثار غير الدينيه هذه الاثار تحتاج الى فهم وبدانا نعمل ونقدم نضع بعض الاولويات التي نهتم بها بدانا نهتم بالاثار على حسب خطه من الاولويات احتجنا الى بعض من التمويل ولم يكن هذا التمويل موجود في الثلاث السنوات الاولى لم يتوفر لها الدعم كانت الكنائس والمساجد بدانا بصيانه الابواب والنوافذ ثم في العام 2010 وصلنا او تواصل معنا بعض من الجهات الذين قدموا لنا بعض من الدعم المالي وتوفرت لنا لدينا خطه شامله لتقديم الدعم لتلك المواقع الاثريه واستطعنا ان نرمم المئات من الاثار ومن خلال تلك الخبره استطعنا ان نحصل على الكثير من الدعم المالي آه الذي استطعنا ان نشتغل به في ارض الواقع شكرا جزيلا هل لك ان تحدثنا عن آه التمويل الذي حصلتم عليه من مؤسسه الف نعم انا آه أنا من قبرص ولكي نتحدث عن هذه المشكلة السياسية توجد بعض من توجد حكومة معترف بها دوليا والقسم الآخر تصفر عليه إدارة ليس مت... لم تحصل على الاعتراف الدولي ولكنها تدير الجزء الآخر فكنا نبحث عن الدعم المالي والدعم الإداري ولحماية التراث الثقافي اذا هذا المجتمع بدانا استطعنا ان نوفر بعضا من الفرص واستطعنا كذلك ان نرمم بعضا من الكنائس التي يعود تاريخها الى القرون الوسطى وكان ذلك بمساعده الف وقررنا ان نرمم موقعين اثريين منها سان جورج كانت اطلالا وكانت قد تدمرت او كادت ان تتدمر ولكننا استطعنا ان ننقذها واستطعنا ان نحتفظ او ان نرمم هذه الاثار في قبرص وكان هذا اسهاما من الف وتبرعات الف اذا هذه هذه اللجنه عملت على ايقاف التدهور الذي وقع في هذه في هذا الموقع الاثري ثم البدء بترميمه والحفاظ عليه كان هذا الاثر من الاثار المهمه وفي هذا المكان يجمع اثارا بيزنطيه واثارا رومانيه واثارا عثمانيه ويوجد بها الكثير من المرافق ويوجد في ذلك المكان كذلك مسجد وتوجد بها الكثير من الاثار فهذا من المواقع المهمه جدا لنا وبذلنا الكثير من الجهود التي تساعدنا في الحفاظ على تلك الاثار وترميمها واعد ان هذا الاثر من الاثار المهمه جدا لنا وله اثاره وله آآ آآ توابعه الثقافيه شكرا جزيلا ونهنئكم على تلك الجهود المبذوله ما زال لدينا بعضا من الدقائق المتبقيه معنا الانتقال من بين المتحدثين تحدثنا عن اللجنه الفنيه وتحدثنا عن جهود الترميم وغيرها من الامور، اذا انت ذهبت الى قبرص مرات عديده، ما هي خبراتك وما هي تجربتك من خلال خبراتك التي مرت بها؟ حين اذهب الى هناك او حينما اسمع الى ذلك القصص فابتسم لانني اعرف ما تبذله اللجنه الفنيه، واعرف ان هذه الافكار العبقريه التي يستطيعون بها ان ينفذوا تلك المسائل المساله اكثر من ان تكون مساله فنيه فالمساله هي مساله تعتمد على الجهود التي تشبه ما تكون بانها جسر يربط بين العقول والقلوب التي تهتم بهذا التاريخ الثقافي في اوروبا واستخدام تلك التراث هذا التراث الثقافي في الذي كان له اثاره القويه على تلك المجتمعات التي اصابتها الجروح وما زالت تعاني من تلك الجروح وتسعى تسعى تلك المجتمعات او تسعى تلك الجهود لترميم تلك الجروح فنحن فخورون بهذه الجهود بدانا في العام 2021 في فينيسيا وطلبنا طلبنا دعما من الاتحاد الاوروبي و استطعنا ان نحصل على هذا الدعم منهم ونحن سعداء بما حصلنا عليه ونحن فخورون كذلك واجد ان لزاما علي كذلك ان اتحدث عن فاليري والمبادره التي حصلنا عليها من الاوروبيين وهذا يدل على التميز وهذه هذا هذه المبادره المتميزه. وألف تقدم الدعم لهذه المؤسسه وهذا يعد مثالا من الامثله الرائعه وارى آه وأرى المدير المتاحف آه آه في دولة البوسنة في من سراييفو جالس هنا وأرى كذلك كثيرا من الحضور يشرفوننا هنا وأشجعهم ويشد على أيدي آه موظفيهم ومساعديهم الذين يقدمون لهم هذا الدعم الرائع لأنهم استطاعوا أن يح أن يحافظوا على تلك الآثار وأن يحافظوا على تلك الآثار وأن ينقضوها وهذا مثال من الامثال الرائعه على ما تقدمه مؤسسه الف وكذلك المؤسسات الاوروبيه التي تقدمها لهذا الامر. فهذه كلها توفر الدعم المالي للحفاظ على على للحفاظ على التراث الثقافي ولدينا المشاريع الكثيره التي نستطيع ان نحافظ بها وان الجهود التي نبذلها نحافظ بها هذا التراث الإنساني والمشترك وخصوصا في أماكن مثل البوسنة وغيرها من البرامج الشبيهة والآن استطعنا أن نحدد هذا العام عددا من المشاريع التي انضمت إلى التي استطعنا أن نضيفها ضمن القائمة القاصرة للأثار الأهم منها ذلك الموقع الأثري المهم في مدينة مستار في البوسنة وهذا يدل على الجهود المبذولة التي التي الجهود الضخمة التي نبذلها لدعم هؤلاء الناس الذين يقدمون جهودا ضخمة للحفاظ على تراثهم الثقافي في أوروبا ونشكر كذلك مؤسسة ألف لما تبذله من جهود لدعم هؤلاء والقيام بواجبهم وهذا يدلل على ما يحققونه من فرق. اذا لدي سؤال اخر فيما يتعلق بالحفاظ على تلك الاثار والتراث الثقافي يوجد مفهوم اخر مفهوم مهم هو المشهد الثقافي هل لك ان تحدثينا عن هذا المشهد الثقافي اود ان اتحدث كذلك عن التراث المادي التراث غير المادي، التراث الثقافي غير المادي، نتحدث عن المشهد الثقافي. بالمناسبة معي هنا بعضا من المنشورات لكل الرابحين والموقف الثقافي، نعم نحن لدينا المشهد الثقافي حينما نتحدث عن المواقع الأثرية والآثار، فتلك البيئة التي تحيط بهذه الم... بتلك الأماكن هي مسألة مهمة وأوروبا اليوم مثلها مثل بقية أنحاء العالم تتعرض لكثير من المخاطر في أوروبا ولدينا بعض تلك المشكلات وحين يحدث الصراع حينما تقع الحروب ولكن نتحدث عن السلام وربما تتعرض كذلك للاندثار أو ربما تتعرض للمخاطر في أوقات السلام كذلك ولكن ينبغي أن نركز على المعايير العليا التي نتبعها في اوروبا وفي بقية دول العالم للحفاظ على تلك المواريث الثقافيه وعلى تلك المواقع الاثريه في كل انحاء العالم في المناطق الحضريه وفي المناطق الريفيه فهذه كلها قد توجد بعض الامثله للدلاله على المشهد الثقافي موجوده في قائمتنا للمواقع الاثريه الاكثر تعرضا للخطر منها موقع في رومانيا موقع قريب من اماكن التعدين وهذا يعد من الامور المهمه التي قريبا من أماكن تعدين الذهب ويتعرض للخطر والمواطنون والمجتمع الوطني ومنظمات المجتمع المدني استطاعوا أن يتعاونوا وأن يتآزروا فيما بينهم وأن يقدموا الدعم لهذا الموقع المعرض للخطر قريبا من أحد مواقع تعدين الذهب إذا نشكرك لما تفضلت به بالحديث على الـ على الـ التراث غير الملموس في دقيقة واحدة نعم نحن نساهم مع زملائنا من اوكرانيا ونحن فخورون بشيفانكا ف هذا مثال من الامثله الرائعه في براغ وكذلك المقاومه الصمود الذي يظهره الشعب الاوكراني لما يقع وما يحدث هذا هذا المعنى بالفخر الوطني والفخر بالنفس الفخر بالذات هذا يعد من الامور المهمه التي نتعلم منهم الفخر والصمود والقوه وهذا الامر يهم هو رمز مهم لنا صار رمزا مهما لنا في الصمود والمقاومة وهذا يدل على قوتهم وصمودهم ولي حلم على أن هذه المبادرة في فيشفانكا دي أن يبنوا أن يبنوا متحفا في تلك المدينة التي وأن يقيموا معرضا يبين أهمية فيشفانكا بلاوس ويعد كذلك رمزا قد صار رمزا لنا جميعا اريد منك ان تعطيني مثال دقيقه اخرى ونتحدث كذلك عن مؤسسه الف ونحن فخورون بمؤسسه الف وانا عضو في أسرتي في في اسره مؤسسه الف فقد صارت هذه كلها اسره واحده اجتمعت هنا اليوم ونريد ان نبذل جهودا مجتمعه بيننا ونؤكد علي ان السلام هو الطريق الوحيد الذي نستطيع ان نقاوم به الحرب ونقاوم به اطلاق النار وتلك الميزانيه التي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات هي 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 ميزانيه ضخمه وتلك الميزانية تساوي بناء مساحة صغيرة ولو لا تزيد على عشرة كيلومترات لتحقيق السلام ولكي ننشئ موقعا ليكون للنشاط نحن نريد أن نؤكد على ما يبذله الاتحاد الأوروبي من نشاط ومن جهود للحفاظ على السلام والاهتمام بتلك الجهود التي نبذلها معا ونؤكد على الصمود والدعم والصمود مهم في هذا المعنى وفي هذا السياق شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا على هذه المناقشه المهمه وهذه الجلسه النقاشيه المهمه التي تفضلتم بها والان الى استراحه قهوه نشكركم شكرا جزيلا